السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على محمد عندنا حل التمارين النشاط are you here on vacation exercise A complete the conversation نكمل هذا المحادثة in the hotel use the words in the box or use your own ideas عندنا هذه الكلمات في هذا البوكس بنوصلها مع المحادثات المناسبة زي هنا عندنا hello how are you يعني مرحبا كيف الحال response يعني ردة الفعل الصحيحة اللي هي هذه great يعني رائع أنا يعني بخير how about you وماذا عنك؟ عندنا two thank you thank you ما هو الرد المناسب له اللي هو you are welcome الصورة الثالثة see you tomorrow يعني أراك غدا اللي هي مناسبة bye take care يعني اعتني بنفسك الصورة الرابعة I am Edison أنا Edison everyone calls me Edie يعني عرف بنفسه الريسبونس مناسب لها ردة الفعل مناسبة واحد يعرف نفسه I am William but my nickname is Bill exercise B you are on vacation يعني أنت في إجازة الحين fill out the information يعني عبي بيانات المعلومات for your hotel للفندق اللي أنت فيه عندنا مثلا هذا اسم الفندق بلازا هوتل هذه معلومات أساسية مفروض أنك تكون عارفها last name اسمك الأخير تكتبه هنا يعني اسم العائلة first name يعني اسمك الأول. street addresses يعني عنوانك مثلا تكتب king خالد street ولا four eight nine king خالد street. street يعني الشارع. city و state يعني المدينة. المدينة. المقاطعة مثلا تكتب المكان اللي هو مثلا الدمام. country البلد تكتب kingdom of saudi arabia من السعودية أو k c a. zip code يعني الرمز. تليفون نمبر تليفون نمبر كم تليفونك تكتب هنا التليفون ايميل ادرس وهنا العنوان البريدي exercise see you read the conversation complete the sentence with the form of the verb be يقول كاملة مع verb وشو verb اللي هو is و are و am you can use contractions يعني الاختصارات use negative form when you see not وعندنا نسوي تشكيلة النفي لما نقول نت يعني مع النت في قاعدة الفيربي احنا نهتم بالضمير يعني السبجكت زي هنا عندنا مستر خان hello ماي نيم is مستر خان عشانه يعرف عن نفسه وهو اسم واحد بيقوله إز مفرد what is wrong مفرد جون hello مستر خان what cases شوف هنا نلاحظ أنها جمع يعني ما يناسب هالاز وفي not فهنا الفيربي المناسب اللي هو أر فنقول أر not what color ما لونها what color are they ليش كتبنا أر لأن موجود لازم نعرف الفيربي اللي هي إم تجي مع بس إي إز تجي مع شيء وهي أو اسم ولد أو اسم بنت أر تجي مع you وthey يعني الجمع وي المتحدثون او اسمين they are مره ثانيه استعملنا ار ليه لان they they قلنا يجي مع الار ما نقول ذا از لا هنا ذا بيج شوفوا هي مره ثانيه they فنكتب ار ذا بيج طبعا انا حطيتها بكابيتال لتر لانها بدت بالسؤال وان از شوفوا لأنها مفرد one از بيج ذا اذر one از نات بيج هنا نفي وهي مفرد فبنقول نات هنا طريقه الكونتراكشنز ما قالوا نختصرها كذا يقصدون Is that your suitcase؟ so شوف هالمرة قال is ليه؟ لأنه قال حقيبة يعني وحدة ما قال هذا مثلا جمع عشان كذا استعملنا are. قال no it is not. شوف ال it تجمع ايش؟ المفرد تجمع is طيب هنا في فين is not هنا are you here on vacation لأنه you فقالوا are are you here on vacation yes I I تجمع إيش is will are will am نقول I am where are you from حتى لو ما أفهم الكلام نشوف بس نركز على الضمائر هنا عندي you فأكتب are are you from هنا I I am well there are three more flights from Los Angeles today شوف هنا لأن three جمع فنقول are my suitcases شوف هنا جمع فنقول are I don't know what is the name ال نيم شيء واحد ما قالوا names اسماء لا name فنقول is هنا it is هنا حطيتها بطريقة الاختصار اللي هو الفاصلة والاس it is the royal Hawaiian is that near the airport هنا السؤال عن شيء مفرد اللي هو airport فنقول is that no نفي it و not ال it تجمع ايش قلنا it is not مرة ثانية it is on the other side of the island. I can call you when we find your suitcases, but I need them now. هنا I am sorry. That is all I can do. The assembly they the simply aren't. هنا كتبنا are not. ليش not? لأنهم كاتبين لنا not. وطيب ليش are عشان they. Okay, thanks, Mr. Khan. exercise دي make each statement a yes no question then give a short answer يعني هنا عندنا جملة وبنحولها مرة للسؤال yes no question وبعدين بنجاوب عليها short answer يعني بنبدأها ب is ولا ولا am و short answer يعني يا yes ولا no وبس بدون تفاصيل مثال أول عندنا محمد isn't in the kitchen يقولك محمد غير موجود في المطبخ نبدأها في المساعد اللي هو وين is is نحطها في البداية دائما الأسئلة تبدأ بإز ولا are ولا am إذا هو إس yes, no question بقول is وبعدين subject هو الاسم الموجود اللي هو محمد is محمد ونكملها in the kitchen طبعا هو النفي فبنقول no he is not ليه من وين جبنا ال لأنه ولد بقول هو ليس موجود أو هو ليس كذلك عايشة أنت فدوة are at the mall يقولك عايشة وفدوى في السوق أنا بسأل هل هم في السوق بقول are شوية من هنا are are بعدين الاسمين are عايشة أنت فدوة اللي هو اسماء الفاعل subject are عايشة أنت فدوة at ونكملها at the mall لازم نبدأها في verb اللي هو is ولا are ولا am والجواب طبعا لأنه الجملة مثبتة فبيقول yes they are ليش they لأنه اسمين جمع طب ليش ار لأنهم أول شيء عشان they تجي مع الار والسؤال موجود في ار فينزل The hotel is on the beach أن الفندق على الشاطئ والفعل المساعد له is طيب وين الفاعل السبجكت ذا هوتل is the hotel on the beach? question mark استفهام. yes it is ليش it؟ لأنه hotel جماد يعني ما نقول هي وشي اسم بنت أو اسم ولد ولا ذي إنهم اسمين فبنقول it لأنه hotel جماد ومفرد فنقول لأ it they are not on vacation يلا نجرب هذا هم ليسا في إجازة السؤال هنا are. فنقول are طبعا الأجوبة عندكم ترى في بداية الفيديو اللي هو exercise D are they are they on vacation واستفهام طبعا نفي بقول no they are not the restaurant is in the hotel is the restaurant in the hotel؟ Question mark. جملة مثبتة بقول yes it is شوفي هنا هذه الجملة مثبتة والجملة يعني أنا أنا أتحدث مع صديقتي يعني السؤال يكون موجه لي بدال I am نقول إذا أحد مثلا توجه لأحد السؤال are you طب ليش قلت are يو لأن السؤال موجه لشخص يو طب إذا كتبت يو الفعل مساعد له اللي هو أر ما أقول is يو are you بعدين كملها on the phone with your بدل ما نكتب your your friend question mark الجواب yes I am نعم أنا كذلك exercise E write complete question then answer the question for yourself يعني عنك أنت يعني هذه المعلومات عنك أنت عندنا هذا المثال كاتبين وير يعني راس السؤال يو فروم يعني من اين انت مكانك صار السؤال وير ار يو فروم ايش اضافه؟ اضاف الفعل المساعد اللي هو ار وير ار يو فروم طيب ليش كتبوا ار؟ لان هنا عندنا يو فاليو تمشي مع الار والجواب وير ار يو فروم اي ام فروم الرياض اللي بعده راس السؤال وير موجود يعني اكتب هنا وير طيب بعدين your father لاحظنا your father يعني واحد مش your fathers أو our fathers يعني آباؤنا إنه جمع، لأ شخص واحد فبنقول where is نكتب هنا is your father from، ممكن أقول my father is from وأكتب اسم منطقة الوالد my father is from، وممكن هم كاتبين أنا ببداية الفيديو لكم الحلول الموجودة. He is from مثلاً دمام الرياض What is your favorite vacation place؟ نكملها وبعدين نضع الاستفهام طيب السؤال موجه لك أين تحب تقضي إجازتك أو إجازتك المفضلة؟ نقول my favorite vacation place is وتكتب مكان اللي تحب تقضي فيه إجازتك 3 how old are you؟ يعني سؤال عن العمر هاو نفسها how old طب يو والفعل مساعد هاو old يو لا هاو old are you ليش كتبنا آر لأنها تناسب you I am وتكتب عمرك for who your English teacher يسأل عن مدرس الإنجليزي who إز your English teacher نكتب هنا هو نفسها بعدين هنا إز Who is your English teacher? طيب ليش أنا كتبت is؟ لأنهم يسألون عن teacher واحد مش teachers مدرسين فكتبنا is طيب الجواب بنقول ممكن على طول مثلا اسم الشخص مثلا يقول مستر أو مس والشخص بعدين is my بدل your my is my English teacher 5. Why your brother at home and not at school? لماذا أخوك في البيت ومش في المدرسة؟ عندنا why your brother brother كم واحد؟ brother واحد مش brothers يعني إخوان مجموعة. فنقول why is your brother at home and not at school؟ الجواب لأن brother أخ فبنقول he is sick today. إنه مريض. When your vacation when بدل your vacation يعني مفرد فنقول are ولا is ولا am نقول when رأس السؤال زي ما هو بعدين when is your vacation الجواب بدال your نكتب my my vacation is in وتكتب مكان المكان إجازتك if complete the conversation with your information الحين مع معلوماتك بعد أنت فشوفوا ما ينفع اني بس انسخ بعض الاجوبة اللي موجودة مثلا الكترونية مثلا انا اللي بعضها انا كتبت لكم اياه في مقدمة الفيديو ما ينفع اني اكتبها في بعضها تتطلب معلوماتك انت طيب هنا ديسك كلارك اللي هو موظف الاستقبال يلا هالو ويلكم تو ذا بيوتيفول بيتش ريزورت هوتيل هاو ار يو توداي يرحب يقول كيف حالك اليوم يو انت شو تقول اذا قال لك ويلكم وهاو ار يو توداي I am fine يعني أنا بخير. How are you? يعني كيف حالك؟ Fine, thank you. Do you have a reservation? هل عندك حجز؟ Yes, I do. My name is تقول اسمك واسم العائلة. لأن يعني في السؤال الثاني بسأل عن اسم العائلة. How do you spell your last name? يقول كيف تتهجى اسمك؟ هنا يعني تتهجون حرف حرف اسم العائلة. موظف الاستقبال أسئلة are you here on vacation? هل أنت هنا لإجازة؟ Yes, I am. نعم. That's great. I have your reservation here. Are you here for the weekend? هل أنت هنا للويك weekend? No. I am here for a week. أنا هنا لأسبوع. I need your email address, please. يحتاج إيميل أدرس. نقول my. يحتاج الايميل عنوان البريدي my. بدن إيميل أدرس is. هنا إيميل. Thank you. Where is the gym هنا الحين انت تسال اي سؤال مثلا انا كاتبه where is the gym وين النادي مكان التمارين او مثلا تقول where is the restaurant مثلا المطعم it is next to elevator when is breakfast متى الفطور قال 6 am لان هذا الوقت ما راح يكون فيه إلا اللي هو الفطور يعني ما نكتب lunch او dinner يعني غدا ولا عشاء Thank you for your help. شكرا لمساعدتك. You are welcome and enjoy your stay with us. اللي بعدها exercise G writing كتابة. You want to make reservation. الحين أنت بتحجز. At the Peach Resort Hotel في هذا الفندق. You are on their website. الحين أنت في موقعهم. تبي تحجز. Complete the form. نكمل هذا الفورم. نموذج to make your reservation عشان تسوي حجزك. مثلا زي كده ترى ممكن لكم بالإختبار هل يشوفونكم انتم بتعرفون هذه الطلبات وشي ولا وش معناها؟ مثلا لاست نيم اسمك الأخير، فيرست نيم اسمك الأول تكتبه، date of birth يعني متى ولدت يوم ولادتك والشهر والسنة، arrival date متى بيكون وصولك مثلا تكتب هنا أي تاريخ، number of days كم عدد الأيام اللي بتقعد فيها؟ 5 days, one days, 3 days، number of rooms. credit card number رقم البطاقه email address عنوانك البريدي